أطلق عدد من الفرق التطوعية والشبابية في محافظة كربلاء حملة تطوعية تضمنت حملة تشجير وتنظيف لنهر الهندية في حي البلدية وسط المدينة من أجل تحسين الواقع البيئي في المحافظة. لدماء الشهيد القائد إيهاب الوزني، وكما سابقا دعم الشهيد الفرق التطوعية في كربلاء، وبصورة عامة دعم شباب كربلاء في تقديم أي خدمة للمواطن الكربلائي. قام مجموعة من الفرق التطوعية في محافظة كربلاء بإعداد يوم خاص للتطوع اسمه يوم الشهيد التطوعي، يوم الشهيد القائد إيهاب الوزني التطوعي. انطلقوا بحملة منذ ساعتين، انطلقوا بحملة لتنظيف نهر حي البلدية من الحشائش والنفايات اللي موجودة. هذه الأعمال ستكون لها أعمال إضافية أخرى تقريبا بعد ساعتين من الآن، اللي هي حملة تبرع بالدم تقيمها خيمة وطن، بالإضافة إلى توزيع مجموعة من الثوابات. إهداء جميع هذه الأعمال، إهداء ثوابها إلى روح الشهيد القائد إيهاب جواد الوزني. خرجنا اليوم بحملة كربلاء عاصمة النظافة وعاصمة التطوع لتنظيف وتجريف الأوساخ الموجودة في نهر الهنيدية. هذه الحملة تقريبا الخامسة اليوم، هو يوم الشهيد التطوعي بذكرى يعني شهادة المجاهد والبطل إيهاب الوزني العراقي الغيور. اليوم نحن هنا وغدا سنكون في محطة ثانية وثالثة ورابعة إلى أن نجعل من كربلاء عاصمة للتطوع، عاصمة للنظافة، عاصمة للألفة، للاجتماع كافة المتطوعين. كون كربلاء هي عاصمة فعلية للمتطوعين، يأمها أكثر من 10,000 متطوع سنويا خلال الزيارات المليونية وخلال الأعمال التطوعية الأخرى. طلقنا اليوم المصادف يوم 3/10/2023 بعمل تطوعي إهداء لروح الشهيد إيهاب جواد الوزني بمساعدة ومشاركة من بعض الفرق التطوعية الموجودة في محافظة كربلاء المقدسة لتنظيف نهر الهنيدية خلف شارع السناتر. هناك عدة رسائل نود أن نوصل لها، هي عملية الحفاظ على النظافة، أن النظافة هي عملية تشاركية، يجب الحفاظ على النظافة. قمنا بحملة تبرع بالدم، زيارة مرضى السرطان، تنظيف بعض المناطق في داخل كربلاء، وحملة تجير مناطق ما وصلت التجير في محافظة كربلاء.